انتقلنا لواحد او خطينا واحد الخطوه مهمه في السياق ولا في اطار تنظيم مهنه ديال الصحافه الرياضيه لا في مباراه ديال اليوم ولا حتى في مباراه ديال اللي كاينه في القنيطره ديال فريق الجيش الملكي. فالصحفيين اللي حضروا كلهم صحفيين مهنيين عندهم بطاقه من مجلس الصحافه وعندهم ايضا بطاقه ملائم اللي حصلوا عليها استنادا الى انهم عندهم بطاقه مجلس وطني وايضا عندهم الاعتمادات ديال المؤسسات ديالهم اللي مقام طرف مدير النشر. يعني ما كاينش الصحفيين اللي متطفلين على هذه المهنه، صحفيين اللي تسربوا لهذه المهنه في وقت ديال الغفله، وانما كاين فقط صحفيين مهنيين. وهذا الشيء اللي غتشوفوه في مختلف الجولات المقبله من البطوله الوطنيه الاحترافيه لكره القدم. كان ضروري اننا ننتقلوا لهذه المرحله لان الصحافه الرياضيه في المغرب عاشت واحد الفتره ديال التسيب واحد الفتره ديال الفوضى. كل من هب ودب كان كيتوفر على بطاقه ديال صحفي رياضي وكيحضر المباريات والندوات الصحفيه ومختلف التدورات الرياضيه، وهذا كان كيخلق مشاكل وصعوبات بالنسبه للصحفيين المهنيين اللي يعني عندهم التزامات مع المرابر ديالهم وكيبغيو انه يقوموا بالعمل ديالهم في ظروف مهنيه. هذا الامر كان متعذر في السابق، ولكن الان يعني بدايه من هذه الدوره فجميع الظروف غتوفر للصحفيين الرياضيين والمصورين الصحفيين الرياضيين اجل انهم يقوموا بالدور ديالهم على اكمل وجه. ودائما هذه التجربه غيتم تحسينها مباراه بعد اخرى من اجل ان الصحفي الرياضي يحس بانه كتحفظ له الكرامه ديالو وان كل الظروف وكل متدخلين مستعدين باش يعاونوا من اجل انه يقوم بالمهمه ديالو، لان هذا المجال هذا خصو يتقاد خصو يتنقى في انتظار ولا استعداد للاستحقاقات الكبيره اللي كتسنى المغرب في مقدمه كاس افريقيا 2025 ومن بعد منها يعني كاس العالم 2030. وبينهما كاين مجموعه من استحقاقات، مجموعه من التدارات، مجموعه من البطولات اللي حصلنا المغرب وخصنا نوصلوا لها بجسم رياضي كيتوفر فقط او كيتكون فقط من الصحفي الرياضي المهنيين ومصورين الصحفي المهنيين.